مصطفى محمد. مصطفى محمد انا من اسبوع كده ولا 10 ايام قلت لك ان اسمه بيتردد داخل القلعه الحمراء للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفيه المقبله. قلت لك انا لا اتصور ان ممكن النادي الاهلي يرجع مصطفى محمد من فرنسا وهو في نانت الفرنسي، وان دي تبقى مساله صعبه. ولكن النهارده التقارير الاعلاميه التركيه اكدت معلومه مهمه للغايه، وان مصطفى محمد مهدد بعدم تفعيل بند الشراء من نانت الفرنسي لشرائه من جلاتا سراي. عشان تشتريه من جلاتا سراي لازم تدفع 5.7 مليون يورو. 5.7 مليون يورو يدفعها نادي نانت الفرنسي للحصول على خدمات مصطفى محمد بصفه دائمه. ليه؟ واخده اعاره ب 250 الف يورو. عشان تاخده نهائي تدفع 5 مليون يورو و700 الف. يعني الصفقه داخله في بتاع ده 6 مليون يورو بالظبط. طب النهارده قال لك الناس في تركيا الوسائل الاعلام التركيه قالت لك لن يجددوا تعاقده ومش هيشتروه بصفه دائمه. طيب نرجع بقى للنادي الاهلي. هل كان لدى الكابتن هاني رمزي والمدرب السابق لمنتخب مصر معلومه بان مصطفى محمد الذي يتم تفعيل تعاقده؟ هل يوجد تواصل بين مسؤولين في النادي الاهلي ومصطفى محمد لدرجه ان يطرح اسمه داخل القلعه الحمراء للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفيه المقبله؟ طيب اللعيب ده انت النهارده بقت قيمته 6 مليون يورو. قيمته 6 مليون يورو دلوقتي او 5.7 مليون يورو. لو هيتباع لنانت هيتباع بالرقم ده. طيب نانت مش عاوز ياخده ليه؟ لعده اسباب. اول سبب وعدم الانسجام مع زملائه داخل غرفه الملابس وفقا للتقارير الاعلاميه التركيه، مش احنا اللي بنقول. السبب الثاني ان هو سجل خلال 41 مباراه سجل 9 اهداف فقط وعمل 5 اسيست. فقال لك ان ده معدل ضعيف بالنسبه لمهاجم نامل ان يتواجد معنا. السبب الثاني انه حتى مع جلاتا سراي لعب 58 مباراه سجل 17 هدف فقط. هم شايفينه معدل قليل وصنع 5 اهداف. لكن السبب الاهم في ان هم مش حريصين ان هم يشتروا مصطفى محمد من جلاتا سراي في الانتقالات الصيفيه المقبله وفقا للتقارير الاعلاميه التركيه هو انه غير متفاعل وغير منسجم داخل غرفه الملابس، يعني لم يجيد اللغه الفرنسيه حتى الان. ولو الموضوع كده لازم مصطفى محمد يشتغل على نفسه ويتعلم اللغه الفرنسيه زي لما صلاح والنني خرجوا اتعلموا اللغه. اتعلموا اللغه ودرسوا بشكل حلو وتالقوا وابدعوا كانت الدنيا زي الفل. فانت النهارده ما تاثرش في حق نفسك لان ده هيقضي على مشوارك الاحتراف. طب هترجع لتركيا، الناس في تركيا اصلا كانوا بيعقدوا الامال الكبيره ان هم يبيعوا مصطفى محمد حتى يحققوا ربح ويدعموا نفسهم، لان هم اشتروه من نادي الزمالك ب 4 مليون دولار وكان الاول 1.5 مليون دولار اعاره فاشتروه بمبلغ كبير. طيب هل يملك الاهلي المبلغ المالي اللي يوازي صفقه مصطفى محمد انك تجيبه في الانتقالات الصيفيه المقبله؟ ده السؤال الاهم. اعتقد ان هذا رقم خيالي، واعتقد ان مصطفى محمد ده رؤيته الشخصيه يفضل التواجد الاوروبي، ولو رجع لازم تبقى عنده اغراءات، لازم تبقى عنده اغراءات اهمها ان الراجل بياخد مثلا 2 مليون يورو في السنه كراتب. هل الاهلي هيدفعهم؟ انت بتتكلم في 80 مليون جنيه، بتتكلم في 80 مليون جنيه. هل يمكنك انك انت تجيبه اعاره لفتره زمنيه؟ طب هتجيبه ليه في مطلع الموسم المقبل وانت ما عندكش بطوله عالم؟ لكن الفكره انا برجع اقول لك ان لما الموضوع ده اتطرح في النادي الاهلي مع التقارير الاعلاميه دي مع اللي انا قلته، لا في حاجه بتحدث تخص مصطفى محمد. في شيء في النادي الاهلي له علاقه بمصطفى محمد ومعلومات سابقه وسائل الاعلام. سابقه وسائل الاعلام. انت كنت بتجيب جاكسون موليكا وعندك استعداد تدفع 4 مليون دولار. هل النهارده تقدر تدفع الرقم ده تحوله من جاكسون موليكا الى مصطفى محمد وتدفع ال 4 مليون دولار وفي نفس الوقت تبقى في ميزات عندك للنادي التركي فتبقى بتعوض الفارق؟ وارد، كل شيء وارد، كل شيء وارد. لكن نانت الفرنسي لما يقول مش هاخده بيقلل سوقه لانك انت واخده اعاره بنيه الشراء. دافع 250 الف يورو في موسم، مش مبلغ. ده لو الاهلي كان دافع 250 الف يورو. ده احنا لما جينا نجيب عزيز يعقوب وقال لك لا
لازم تدفع 1.5 مليون دولار في الست شهور، لما الاهلي جابه وكشف عليه وقال لك ده عنده اصابه واحتمال كذا وكذا وكذا. فالمساله ان مصطفى محمد كده اقدر اقول لك بالفم المليان على اجنده النادي الاهلي، وان في حاجه بتحصل في الخفاء احنا ما نعرفها. لايك وشير وصلي على حبيبك، صلي الله عليك، الله عليك، صلى الله عليه وسلم. افطر يا حبيب الف هنا وشفا جمال غلاه، بيفطر في السعوديه وبيتفرج، احنا لسه هنا في مصر ما فطرناش. لو اللقطه الجميله بتاعت المنتخب الجزائر والنيجر لما الملعب توقف لتناول الافطار واللعيبه طالعه بره، لعيبه النيجر ولعيبه الجزائر يفطروا كده على التمر وعلى الميه، ربنا يتقبل منكم جميعا يا رب ان شاء الله. وباذن الله يبقى عندنا كده مهرجان كبير، مهرجان كبير يوم السبت المقبل باذن الله تعالى، وافطار جماعي كده، افطار جماعي كده لكل جمهور النادي العظيم في استاد القاهره. واستاد القاهره النهارده اعلن الدكتور وليد عبد الوهاب رئيس هيئه الاستاد انه جاهز لاستقبال الزمالك والمريخ السوداني يوم الجمعه. كنت ناسي الماتش ده والله، هو تحصيل حاصل ثالث ورابع، لكن مهم للزمالك عشان نشوف شكله ايه قبل ما يجي، نشوف موضوع المدرب الجديد لسه ما اعلنوهوش، يعلنوه براحتهم يعني. لكن مباراه تحصيل حاصل، اتمنى ان الزمالك يكسب المريخ ما يبقاش هو رابع الجدول يعني. دمتم في امان الله ويحفظكم ربنا، يكرم